وصلنا الدور الثالث. في كل دور زي ما شايفين شقتين. نيجي نصور الشقة رقم 9 في الدور الثالث. شقة 3 غرف صالة مساحتها 165 متر مربع. أول ما نخش الشقة هنا عندنا على اليسار دورة مياه أولى. والمنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبات. بجوارها غرفة أولى مساحة الغرفة جيدة ما شاء الله تبارك الله. في مخرج للبلكونة من الغرفة هذه. بجوار الغرفة هذه في المطبخ. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله. ومساحة المطبخ مساحة جيدة. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية. الأرضيات سيراميك. أما الغرف والصالة باركي. نتوجه على الصالة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا مساحة الصالة مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله. ولها واجهة أمامية واجهة جانبية وأيضا لها مخرج للبلكونة. فالبلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ والغرفة زي ما احنا شايفين. شوفوا مساحة البلكونة ما شاء الله تبارك الله مساحتها جيدة. وإطلالة البلكونة إطلالة من هنا على الطبيعة من الخلف، ومن هنا إطلالة جزئية على البحر. المجمع في منطقة بليتلي. منطقة بليتلي زي ما احنا عارفين منطقة حيوية. شايفين كالوفيرات التدفئة المركزية. نتوجه من الصالة إلى الغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية مساحتها جيدة ما شاء الله تبارك الله. نطلع من الغرفة الثانية نيجي هنا على الحمام الرئيسي وانتو بكرامة. الحمام الخاص للشقة. المروش. عندنا كروزت ومنطقة الغسالة وهنا المخزنة. وأخيرا غرفة الماستر. مساحة غرفة الماستر ما شاء الله ليست صغيرة ولكنها جيدة. إطلالتها لها إطلالة على البحر زي ما انتم شايفين. عندنا الإطلالة على البحر. عندنا من المنطقة هذه إطلالتها على البحر أيضا وعلى المجمع. راح تكون هنا الخدمات التابعة للمجمع. ما ننسى أنه المنطقة هذه التابعة لغرفة النوم، منطقة دريسنج روم، يعني نقدر نحط فيها دواليب خاصة للملابس. داخل الدريسنج روم الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية مزود بمروش وكلوزد ومخزنة. والمخرج هذا مخرج طوارئ. عندنا هذه أيضا سخانة يعني نقدر نستخدمها كتدفئة للحمام. زي ما شرحت سابقا منطقة بليتلي منطقة حيوية مخدومة بكل خدمات. في المجمع فيه مسبح بالإضافة إلى صالة فتنس وأيضا مواقف مغلقة مواقف مفتوحة بالإضافة إلى جلسات عائلية ومساحات خضراء. كل هذه الخدمات موجودة في المجمع. ومنطقة بليتلي أيضا منطقة قريبة من المطار، يعني للمسافة بين الموقع والمطار تقريبا 5 دقائق، وبين الموقع والميدان اللي هو وسط البلد تقريبا 10 دقائق. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.